كما يقول لك ماتش لي فاسكي بون ديجا باسي الحمد لله سي ليسونسيال ربحنا لي 3 بوان هادو ان شاء الله نكملو كيما نهار هكا دائما الشباب المنافسه مازال حضور يعني قائمه وكيفاش راكم رايحين للحضور صح كما يقول لك حنا نلعبوا الحضور تاعنا حتى لاخر اجر كما يقول لك رحنا رايحين في طاق كلوب دوكا الكونغو ان شاء الله نجيبوا ريزيلتا بوزيتيف ليسونسيال حنايا شغل كيما يقول لك نكملوا لي شونس تاعنا دانيا شونس نهاية المرحلة الذهب في المرتبة الثالثة هذا راح يخليكم يشجعكم سي نورمال سي نورمال كملنا تروازيام بلاص وين تقدر تقول باللي شغل الحصيلة كانت تقدر تقول إيجابية سونسيا إن شاء الله نكملوا كيما نهار بعد المباراة الأخيرة اللي لعبتوها أمام مملكة الوهران في تيزوجو نهاية مرحلة الذهب في المرتبة الثالثة دوكا راكم توجدوا الرحلة إلى الكونغو كيفاش راكم شوفوا المباراة الخامسة ترى. بون السلام عليكم، مش نقول لك حنا المباراة الأخيرة اللي جرينا في الجولة الأخيرة كانت مباراة متأخرة وين فزنا في تيزي وزو وين كلاسينا في المرتبة الثالثة. مش نقول لك حنا رايحين المباراة هذه الكونغو كونتر فيتا كلوب. حنا باش نروحوا باش نعودوا بنتيجة إيجابية بربي إن شاء الله نعودوا بلي 3 بوا باش كيما نقولوا اللي باش تحفزنا باش نزيدوا نروحوا للبروشين تور باسكو مازلنا جوج مقابلات كونتر فيتا كلوب بربي نجيبوا 3 بوا وان شاء الله رايحين باش نجيبوا لي 3 بوان باش الماتش المقابله الاخيره كونتر نجيبوا لي 3 بوان وان شاء الله بربي ان شاء الله حنايا نديروا نلعبوا الكل في الكل باش نتكاليفوا ان شاء الله البروشين تور ان شاء الله الفوز الاخير خلال المرتبه الثالثه يخليكم معنويا مرتاحين بهذا القرار صح صح يعطي خلينا مرتاحين معنويا وين كنا نمروا كيما نقولوا بفتره ماشي مليحه وين كنا موفي كيما نقولوا ريزيلتا ما كناش نربحوا وان هذه المقابله جبنا 3 بوان اللي حتحفزنا باش نروحوا كيما نقولوا معنويات مرتفعه بربي ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوان اللي راح تزيد كيما نقولوا تخلينا باش نزيدوا نتكاليفوا ان شاء الله بروشين تور ان شاء الله. انتم مريتوا بمرحله صعبه مع التغيير الطاقم الفني مع رحيل فيديو كيفاش تعاملتوا خلال هذا الفتره؟ احنا واش راح نقول لك احنا التغيير هذا ما يهمناش حنايا وين التغيير هذا احنا كيما نقولوا معروف وين جميع الانديه يغيروا المدرب يروح مدرب احنا واش راح نقول لك احنا راح نحضروا المقابله هذه كما ينبغي والمباراه الاخيره هذه اللي فزنا فيها واحد تحفزنا بزاف بربي ان شاء الله احنا رايحين للكونغو باش نجيبوا لي 3 بوان ان شاء الله عانيتوا بزاف من العقوبه تاع بدون جمهور ومع العوده تاع الجمهور الفريق راح يكون احسن صح صح عانينا بربي احنا كما نقولوا العام اللي فات كانوا يعاونونا بزاف لي سيبورتير هما لي سيبورتير سيرتو تاع لي سيبورتير تاع جي اس كات كانوا يلعبوا في تيزي وزو كانوا يعاونونا بزاف العام اللي فات والعام هذا كشغل عانينا بزاف من الاويكلو وش راح نقول لهم نقول لهم يوقفوا مع ليكيب تاعهم ويصبروا عليهم بربي ان شاء الله حنا نفرحوهم بربي ان شاء الله في نهايه الموسم ونهديهم بربي ان شاء الله لقب ان شاء الله الزول في الاول صباح الخير بون كيما راكم تشوفوا سي فري سيتي ان ماتش ديفيسيل كونتر لام سي يو يفو سوليني كو لام سي يو بور موا سي لا ميور ايكيب دو شامبيونا اكتويلمون سيتي ان تري تري بون ايكيب كوني سيتي ان بو ديفيسيل بور نو فيو شو قاعد داني تو نو زيتيون سوز اون بريسيون
اون بو دير با تيريب مي سيتي اون بريسيون يفالي غاني سو ماتش الحمد لله مي قارن نربح الماتش هكي نبود لي جبنا لي 3 بوانت ما بور سو انا مكلاسيين 3 سكي بيان سي بيان بور لو مورال و باساج كيما نقول لك نقولوا له لونترينور اللي راح فيلود فوالا يعطيه الصحه كاع واش دار في هذا الفريق ويريح توجور يريح توجور اللي لا بيان فينو ليكيب الجي اس كا دار دارو و سورتو كي داروا لي كاروف حمناد شاي جودر باش تشوف يان ستاف اون بلاس اللي نتكلوا عليهم ان شاء الله فوالا والحمد لله دوكا رانا تروازيام في الشامبيونا دوكا بلاس لا كوب دافريك سي ان ماتش دو كوب دافريك سي ان ماتش ان بو ديفيسيل سورتو مع لو فواياج و لو فواياج مع لا فاتيك حنا درنا الحساب لكلش احنا نروح ان شاء الله لكينشاسا باش نربحوا الماتش اون فا اون بوشي لي 3 بوان ولا سويت ربي يجيب صلاح كيما يقول لك لو فوتبول ني با اون سيونس اكزاكت ديجا لو ماتش الى 90 مينوت يفو جامي يفو جامي يفو جامي زعما واحد يقول لك سي بون ولا حنا نروحوا جوسكو بو انو راست دو ماتش حنا نكونسونطيو على لي دو ماتش تاعنا تاع لا كوب دافريك فيتا كلوب ابار نجيبو ليسبيرونس لوبجيكتيف دو ماتش سي بوان اوتخو شوز اللي جات مرحبا وشنو هاد ليكيب تاعنا ان شاء الله مع لي جان جوار هم عندهم اكسبيريونس في لا كوب دافريك وسي سا باسكو ما يخفالكش حنا لوبجيكتيف تاعنا سيتي دو سو كاليفي لي بول اوبجيكتيف اتا الحمد لله بيسك رانا في لي بول اون سي دوني افون مازال اون فاس دوني افون وان شاء الله فيها خير احنا اوني كونسونتري بور باش نجيبوا لي 3 بوان ان شاء الله فيتا كلوب ان شاء الله لي نوفيل ركو بداو لعبوا البارح ايكوتي وي ايكوتي هيغ ايزون مونتري دو بيل شوز هيغ لي نوفيل ركو افيك دراجي دراجي سي ان جوار كونو اي لي فان تكنيسيان سي ان بون جوار سي جوي او بالون ابري اي مونك ان بو دو ريتم سو كون افي روماركي هيغ بار كونتر Je vois que c'est notre avis, l'avis du staff et mon avis. Hein. Je vois que Boulhia, je pense qu'il est, prêt, vu qu'il est compétitif. La preuve, il a marqué un joli but, un but digne d'un très très bon joueur. Ou Smou Tobel, Inch'Allah, comme je suis avec la vivacité, il est percutant et tout. Alhamdoulilah, qui me croit qu'Inch'Allah, il dit Boulna le plus, il annonce Nao. منهم ان شاء الله. لا فاز روتور سانونس بلوتو بوزيتيف. مي كوتي لا فاز روتور يفو سي لا فاز روتور سي نقولوا لها لا فاز روتور لازم تكون بلو بيرفورمون تكون بلو سورتو بلو بيركيتون في للقدام في لاتاك لا بروف البارح في الماتش اميكال شفنا بون سيتي ان ماتش اميكال وي مي شفنا لي كاليتي تاع كاع لي جوار با كو لي نوفيل ركرو ميم لي زوتر ميم لي جون اسبوار اللي طلعوا ايزون مونتري دو بيل شوز صافي بليزير سي لافونيير دو كلوب حنا اوني لا بور في في ما نتبعوا ميم لي اسبوار تاعنا باسكو لازم ندو لهم لي شونس تاعهم ان شاء الله بيان سور سي بون بور لو مورال اي بي لو ديبلاسمون يا كينشاسا سي بور داني بور ريستي توجور دون لا كومبيتيسيون ان شاء الله هاد نوغال افيك ان بون ريزولتا اي فرحان ياك لي سيبورتير لا جي اس كا Sur le plan comptable, mathématiquement, la GSK a toujours des chances. Donc, quel est l'objectif et avec quelle morale vous allez... Bien sûr, on est toujours le football à Gué, Zard, Izmerkul, Chadidron. Mathématiquement, on n'est pas éliminé, mais elle a quelques chances. On va jouer les chances à fond pour. Inch'Allah, pour ne pas regretter d'année à la fin, Inch'Allah. C'est un déplacement spécial et particulier à Kinshasa, la GSK a déjà gagné là-bas. Donc c'est avec beaucoup de souvenirs peut-être pour le club. Bien sûr, la GSK a fait plusieurs déplacements, elle connaît bien l'Afrique. Ça a une petite expérience, nous connaît en tant que dirigeant. Inch'Allah, yani, c'est-à-dire les joueurs, c'est-à-dire enfants pour réagir pour ramener les 3 points, Inch'Allah. Un championnat, la GSK a terminé 3e, la phase allée. C'est ce qui va vous permettre donc d'aborder la phase retour avec un peu plus de... Bien sûr, de rester sur le podium.
سي موتيفون بور لا فاز روتور ان شاء الله ثورا افيك لي ماتش كي ديسيدون اون ان بون روتور بارابور لالي ان شاء الله يعني افيك لو رونفورسمون كون افي لي جوار كي جيدن انا داون ان بلوس باش نقيم توجور ديال البوديوم بوركوا با نكمل الشامبيونا ديال البوديوم ان شاء الله. لي تروا نوفيل ريكرو سو بلان ادمينستراتيف سون كاليفي باين يا لي دو كي سون كاليفي مدراجي ام بولهيا اي راست طوبال سا سرا بور ستادير او بلو تار او بلو تار برومي فيفري ان شاء الله. افريقيا كيف كانت تحضيرات لهذه المواجهه؟ لا والله بسم الله الرحمن الرحيم التحضيرات يعني ما كانش عندنا الوقت بزاف باش نحضروا المباراه هذه خاصه يعني لعبنا له البارح مع مولودية وهران الحمد لله لا فيكتوار تاع مولودية وهران راح تعطينا دافع معنوي باش نحضروا المقابله هذه عندنا اونكور 3 جون ان شاء الله لتما اليوم ان شاء الله نلحقوا في الليل غدوه ان شاء الله نوطرينيو تما ان شاء الله تكون تحضيرات تاع طرواجل باش ان شاء الله نبريباريو الفيتا كلوب ان شاء الله. حمزه القضيه تاعك مع مفتاح صنعاء عبد الحاج هناك اعتداء عليك عاقب ثلاث مباريات وطلب منك السماح انت كلاعب واش تقول فيها؟ لا والله غير يعني واش راح نقول لك يا اخو كيفاش نقول لك سيت ان جاست هو اللي دارو كيما يقولوا شغل كان مقلق ولا كان بلا بريسيون هو على كل حال ما عندي انا حتى حاجه معاه ولا هو شحال من خطره لعبوا معاه نلعب معاه سي توجور كوم سا سي دي ديال بالك ما على باليش كيما صرح هو بالك لا بريسيون شويه الضغط خلاه يدير جاست هذاك واش راح نقول يا خو واش راح نقول ما عندي ما نقول دوكا يا خو لا نورمال يا خو انا جو سي سبورتيف يا خو نورمال سي تان جاست سي فري سي تان جاست يعني اونتي سبورتيف مي اون فون اني دي زاتريما يا خو نورمال يقدر نامبورت واحد يغلط احنا نورمال يا اخو كل واحد يقولوا نورمال الواحد مسامح كريم كما يقولوا يا شكرا. مرحلة الذهاب في المرتبة الثالثة هذا ما لقاش يخليكم تبردوا لا دوسيام فاز بلوس لا والله يعني المركز المقابلة الأخرى هذه اللي قلت لك بريبارينا لها بيان خاصة يعني مع التعثر مع اتحاد العاصمة وين عاودنا ولينا المركز الثالث الحمد لله يعني كما يقولوا لا فازالي كانت ايجابيه نوعا ما خاصه يعني مع المقابله تاع كاس رابط ابطال افريقيا حنا الحمد لله ان شاء الله يعني المرحله الثانيه راح نستهدف يعني توجور كما قلنا لي طرو برومي ولما لا ان شاء الله يعني نكونوا مع زوج الاوائل ولما لا يعني البطوله اون كما يقولوا اون فاجوي تو بور لو تو ان شاء الله باش ان شاء الله نحقوا لقب ان شاء الله في لافان سيزون ان شاء الله. الحظوظ مازال قائمه حسابيا لا الحظوظ يعني مازالها قائمه خاصه يعني تسنى الى ريست اونكور دو ماتش في لي دو ماتش صعب مام الفرق الاخرى عندهم دو ماتش اوسي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون في صالحنا ان شاء الله حنا كما يقولوا نديروا لو ماكسيموم ان شاء الله في لي دو ماتش باش ان شاء الله نخرجوا من ليبول ان شاء الله. تابعت القرعه البارحه للفريق الوطني لتصفيه كاس العالم في قطر كلمه عن لا الفريق الوطني يعني في تحسن ملحوظ يعني دوكا نامبورت منتخب كما يقولوا ما راحش يزعج المنتخب الوطني تاعنا مع قوه شخصيه ومع كاس افريقيا ان شاء الله نتمنوا له يعني مسيره اكثر من هذه ان شاء الله في كاس العالم وفي التصفيات ان شاء الله احنا ما دبينا كاع رانا بقلبنا ان شاء الله مع المنتخب الوطني. سي سير ابري ان فيكتوار باغي كونتر الام سي يو اللي موتيفاتنا في الباركور هذا اللي راح نديره في لافريك ان شاء الله وفي الماتش هذا اللي رانا رايحين له باش تزيد تعاوننا مورالمون باش نديروا ريزولتا بوزيتيف. نديروا المجموعه هذه رابعه الشبيبه مازال عندها الخطوط بيان سور ريان نيت اونكور بيردو بو نيت اونكور ايلوميني الشبيبه مازال ما تقصاتش كيفاش راكم رايحين تتعاملوا مع هذه المباراه الجايه؟ سي سيور كي تشوف الحسابات ماتيماتيك مازال ما تيليميناش عندنا لي شونس تاعنا حنا نروحو نلعبو لي شونس تاعنا وان شاء الله تكون مفاجاه. وفي البطوله نعودو للبطوله الشبيبه ترواج ديال الكلاسمون مرحله الذهاب دونك تيرميني هذا بالك يخليكم لو بوديوم يخليكم تكونوا بسيكولوجيكمون احسن من مواجهات روتورا. اي سي سور كي تلحق تكمل لا فاز الي في البوديوم حاجه اللي تموتيفيك بور لو روتور ان شاء الله حنايا نزيدو نخدمو نجيرو ماتش بار ماتش
ونمدوا احسن صوره للفريق. اش حبيت نقول لك، جات هكذا العقوبه هذه وان تقدر تصرى لاي لاعب في البطوله. الحمد لله دوك خلاص، وخلاص العقوبه ديالي نقدر نلعب ان شاء الله. ان شاء الله نعاود نولي ونمد البليس الفريق وصحابي ان شاء الله. كيفاش راكم تلعبوا مع المباراه؟ كيفاش تشوفوا المباراه؟ انا المباراه هذه ما نكذبش عليك، حنا ما بقى لنا غير نربحوا دو ماتش هادو ونستناو لي ريزلتا من لي ماتش الاخرين. حنا رايحين ان شاء الله باش نعودوا بالفوز ونمدوا كاع اللي علينا باش نحققوا الفوز هذا، ويقعد لنا ماتش لهنا في استادنا باش نزيدوا نربحوه. قلت لك دوك كلش ماهوش بيدينا، حنا ان شاء الله نمدوا كلش في لي دو ماتش هادوما باش نجيبوا الفوز ان شاء الله. البطوله المحليه بعد الاقصاء في كاس الجمهوريه الشبيبه عندها الهدف نتاع البطوله الثالث في ترتيب مرحله الذهاب، كيفاش راكم راح تتعاملوا مع مرحله الذهاب؟ كما قال لك رضا، الفوز هذا اللي سمح لنا باش نكلاسيو تروازيام في البطوله، هذا الشيء راح يحفزنا لا فاز روتور ان شاء الله. و بوغ الشامبيونا حنا اون فاجيغي الشامبيونا ماتش بار ماتش، واللي كتبها ربي ان شاء الله مرحبا بها في نهايه الموسم. تعاقبت بمباريات جوج شورسي دوكا لي دو ماتش هادوك سي بون تلعبوا تاع الياسما ولا مسيو، دوك العوده ان شاء الله في البطوله راح ان شاء الله نكون جاهز ونمد البليس اللي يسناو فيه اصحابي والجمهور والفريق ان شاء الله.